سب الصحابة مجملا هذا كفر، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا والسنن عندنا حق، وإنما جاءنا بالقرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فسب مجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم والتشكيك في نزاهتهم ودينهم هذا كفر. أما سب أفراد من الصحابة بعيانهم، فلان جبان أو فلان زاني أو فلان سارق أو فلان كذاب أو كذا، هذا فسق يؤدب. الذي يقول هذا كما قال الإمام مالك يؤدب، يجلد تعزيرا، يؤدبه القاضي بما يراه مناسبا، إلا إذا كان هذا السب خاصة يعني في الزنا لأمهات المؤمنين فهذا كفر، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى في قولها: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. فهذا كفر، الطعن في عرض زوجات النبي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. نعم.